نبدا باولى فقراتنا الصباحيه ورح نحكي عن موضوع كثير مهم. رح نتعرف اليوم على اختصاص طب الاسنان من الاختصاصات الطبيه جدا مهمه والمرغوبه اكيد من الشباب والصبايا الجامعيين. اليوم عم بيكون في تخصصات ضمن طب الاسنان، ولما نحكي عن اهميه طب الاسنان نحن ما بس عم نحكي عن انه طبيب الاسنان هو اللي بيزن الحشوات او بيزبط لنا الاسنان، لا، نحن عم نحكي عن حاله تكامليه عن الفم مع الصحه الفمويه بشكل عام. ولانه اليوم كثير من الدراسات الحديثه اكدت انه العديد من الامراض اليوم ممكن تكون مرتبطه بصحه الاسنان. اليوم عفاف قد ايه موضوعنا مهم؟ صحيح، وخصوصا لكل الاشخاص اليوم يلي عم يدرسوا طب وعم يختصوا بمجال طب الاسنان. صار في كثير تطورات من ناحيه التقنيات يلي بتاهلهم لحتى يدخلوا بسوق العمل اكيد، وبهي الاختصاصات في كثير تطورات اليوم رح نتعرف فيها على مع الدكتور اختصاصي بتجميل الاسنان والتعويضات. بدنا نصبح عليك دكتور ابراهيم تركماني، والموضوع اليوم جدا مهم وشيق لجميع الطلاب يلي هلا مؤهلين لحتى يدخلوا بهذا المجال. اهلا وسهلا بكم، صباح الخير، دائما بالخير، سوريا يا رب. صباح الخير دكتور، اهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. اهلا وسهلا دكتور. عم نحكي عن موضوع كثير مهم اليوم. بالسنوات الاخيره يمكن صار في تطورات كثيره دخلت على طب الاسنان، خبرنا هيك بدايه تعريف عن اختصاص طب الاسنان وشو هو المستقبل له. هلا نحن يعني مع طلابنا وشباب المستقبل جيل القادم ببناء سوريا، هن رح يكونوا من طلاب الثانويه العامية اللي بدهم يدخلوا الجامعات السورية من خلال كلية طب الأسنان. وليش نحن بنشجعهم على كلية طب الأسنان؟ لأنه كلية طب الأسنان هي كلية من الكليات العلمية المتميزة عالميا حقيقة، وسوريا إلى المصاف المهم ضمن الوطن العربي، هي الأولى وضمن العالم في منتجات طبية مهمة. أطباء أسنان يعني بكل أصقاع المعمورة، وأثبتوا عبر التاريخ انه هن اطباء اكفاء بكل معنى الكلمه. فالموضوع بالنسبه لنا كليه طب الاسنان هي كليه طبيه ومهنيه، يستطيع طالب طب الاسنان ان يكون الانسان المنتج من اولى اللحظات، وبالتالي بعد التخرج فورا يجد سوق العمل كبير داخل القطر وخارجه، وبالتالي نتيجه الدراسه المهمه اللي بتاهله لسوق العمل. وهي نقطة غاية بالأهمية، بالإضافة رغبة المجتمع الكبير نتيجة الوضع الاجتماعي المميز لطبيب الأسنان. ينظر المجتمع حقيقة السوري والمجتمعات العالمية لطب الأسنان بمكانة ونظرة مرموقة. فالموضوع إذن يمكن أن نلقي الضوء على طب الأسنان بكل يعني جرأة ومحبة، وذلك لأنه المنهجية اللي بتتبع مدارس طب الأسنان بالقطر العربي السوري هي مناهج متقدمة ومتطورة، وبنفس الوقت الممارسات اللي عم تصير بالعيادات هي بواقع عالمي كتير جيد ومستوى عال من الأداء المهني المهم. وليش نحن عم نقول عن طب الأسنان يعني باختصاصات متنوعة ومتميزة؟ لأنه نحن حقيقة بطب الأسنان في اختصاصات صارت مهمة جدا، وأطباء الأسنان عم يروحوا باتجاه ممارسة المهنة كلهم باختصاصه، وبالتالي يعني يوجد مهما كثر العدد فرصة لممارسة الاختصاصات مثل الأطباء البشريين. يعني هاي الخطوة عم تروح باتجاه يعني التخصص، وبالتالي رح نشوف انه مثل اطباء العينيه ما بيعالجوا داخليه، بكره بدنا نشوف انه اطباء التقويم واطباء التعويضات والجراحه كل مين عم يشتغل بمجاله. وهذا الشيء الفكره اللي راحت فيها بعدين انه تصير في مراكز تكامليه بطب الاسنان حتى عالميا، لحتى هالاختصاصات هي تتجمع وتعالج المرضى بارقى صور. بدنا نحكي على موضوع انه طب الاسنان هو الاختصاص يلي بالمستقبل راح يكون له تميز. بالحقيقه نعم، دائما نحن وقت ننظر للمستقبل ننظر بالادوات التي لدينا وبنظره التفاؤل والامل انه هو دائما الغد هو الافضل. وحقيقه بالنظره العلميه راح نشوف انه
طب الأسنان يتطور تطور شديد جدا ومتميز وبشكل يعني غير مسبوق دائما. يعني دائما نحن بنشوف انه البحث العلمي بطب الأسنان كتير كبير، براءات الاختراع اللي عم تصير بطب الأسنان على مستوى العالم وعلى مستوى سوريا متميزة وبتعطينا يعني اختراعات كتير مهمة، وبالتالي هذا كله أدى لوجود أجهزة متطورة جدا، ومنروح لخطوة مهمة وهي الذكاء الاصطناعي. فإذا دخل موضوع الذكاء الاصطناعي أبوابه بطب الأسنان من بابه العريض، وبالتالي صار في عنا بالذكاء الاصطناعي أجهزة تساعد أطباء الأسنان بشكل كبير جدا، هذا عالميا حقيقة، ونحن متفائلين أن نروح لأجهزة أبعد ما نتخيل. وهذا الكلام ليس يعني رؤية يعني خيالية، وإنما نحن كنا بفترة من فترات بنسمع عن شيء اسمه الخيال العلمي، لكن حقيقة صار الخيال العلمي هو كل شيء كان هو واقع، وبالتالي ما عاد في عنا منظور المستحيل بالعلم، وبالتالي نحن الأجيال القادمة يجب أن يكون مناهجها يعني بطب الأسنان معتمدة على الذكاء الاصطناعي، ويدخل هذا في ضمن المنهجية التدريسية لكليات طب الأسنان حتى يكون هناك منتج طبي، وأقصد بالمنتج هو طبيب الأسنان، يستطيع أن يمارس مهنة طب الأسنان ولو بعد 30 سنة وعالميا وبكفاءة علمية عالية مؤسسة ضمن مدارس كلية طب، يعني المدارس اللي نحن نحكي فيها قصدنا كليات طب الأسنان الموجودة، وبالتالي بكون تأسس الطالب بشكل أكاديمي على الذكاء الاصطناعي. فهي النظرة حقيقة المستقبلية، بالإضافة لتنوع الاختصاصات بطب الأسنان بشكل يعني متسع جدا. ونحن بنعرف يعني دخل عالم الزرع الإمبلانت اللي هو كان بفترة من الفترات يعني غير مرغوب فيه، ليتحول لحالة حقيقية لتصير ممارسة يومية لأي طبيب أسنان. والآن نحن منشوف أنه في اختصاصات مثل تجميل الأسنان تركيز عليها بشكل كتير كبير، بينما كانت بالسابق الاختصاصات تنحصر في المواد الأساسية لطب الأسنان يلي هي تعويضات وجراحة وتقويم، بينما كانت باقي الاختصاصات يعني قليلة الأهمية. من ثم انتقلنا لنشوف أنه نتيجة التطور بالأجهزة لتتربع يعني اختصاص المداواة بمكان مرموق حقيقة، ويصير فيه له مكانة مهمة جدا نتيجة تطور الأجهزة اللي موجودة. حالياً نحن رايحين باتجاه حتى راح يكون في عنا شيء اختصاص كتير مهم هو بالخلايا الجذعية، وقد هذا يؤدي يعني لبعض الاختصاصات أنه تتراجع بسلم الأهمية التراتبية من ناحية الممارسة المهنية لطبيب الأسنان. وبالتالي يعني نحن ننظر للمستقبل بطب أسنان واعد مهم ذو علمية عالية المستوى، وبالتالي يعني طلابنا بالثانوية رح يشوفوا أنه هني أمام خيار من طب الأسنان مهم جداً من ناحية العلمية ومن ناحية الاقتصادية كإنتاجية. يعني وهذا أمر غاي بالأهمية أنه نحن يكون دائماً منتجنا هو منتج علمي عالي المستوى ذو مردود اقتصادي عالي المستوى. هي الفكرة من الموضوع اللي نحن منتوجه إليه، وبالتالي يعني هذا لن يكون إلا من خلال كليات طب الأسنان حقيقة أنه تأسس بشكل جيد، ولن يعني يحل محل كليات طب الأسنان أي مؤسسة أخرى على الإطلاق، وأقصد بكليات طب الأسنان سواء بالجانب الجامعات الحكومية أو الجامعات الخاصة، يعني هني صنوين أو توأمين أو يعني بمنهجية واحدة، بتختلف بالنواحي الإدارية لكن بالنواحي العلمية هي متطابقة تماما، وتسعى يعني التطوير بشكل دائم. لكن التطوير الذي يحدث الآن غير كافي أن يكون من خلال أستاذ
الجامعي فقط، لكن يجب أن يكون هناك يعني تطوير بالقوانين والأنظمة الجامعية التي تتيح بالإسراع بعملية يعني تطوير المناهج، لأنه الأساتذة دائما يحق لهم جزء من إيجاد إضافات على كل محاضرة وعلى المنهاج، وبالتالي يضعون بين أيدي طلابهم دائما أحدث المستجدات العلمية في طب الأسنان. فهذا أمر يعني من خلال لقائكم الكريم يعني ممكن نتوجه فيه برسالة ليكون حقيقة الإسراع في هذا الأمر غايب الأهمية، ونحن ننظر دائما يعني يعني صرنا بمرحلة الجي بي تي مثلا 5، وبالتالي يعني نحن نتسابق مع الذكاء الاصطناعي بشكل مرعب ومخيف، ويجب أن يكون هناك خطوات يعني متسابقة ومتطورة ومتسارعة لموضوع المنهجي في طب الأسنان، ليكون طالب يعني على دراية بموضوع الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، لأنه راح يسافر بعض منهم ويشوفوا مدارس ومناهج فيها الذكاء الاصطناعي موجود وبمقدمة العلوم يلي موجودة. ونحن يعني حتى نتطور بطب الأسنان لازم يكون في تشاركية مع الأساتذة المعلوماتية، مع أساتذة الميكاترونيكس، مع أساتذة الميكانيك، مع أساتذة الاتصالات، وبالتالي هذه التشاركية ستؤدي إلى يعني مناهج متطورة وأساليب علاجية مهمة حقيقة في طب الأسنان. بالإضافة لموضوع هلأ الشاغل، وشكراً للقائمين دائماً اللي يتوجهوا على الخلايا الجذعية، لأنه هو موضوع حقيقة دخل بعالم طب الأسنان من الثمانينات ومستمر، والآن عم بيحاولوا يكون في نتائج كتير مهمة. وأنا من خلال رؤيتي يعني بشوف أنه يعني الخلايا الجذعية إلى مستقبل كتير مهم بعالم طب الأسنان تحديداً، لأنه ب المجال الطبي على المستوى العالمي حققوا نتائج غايب الأهمية. نحن بطب الأسنان يعني في دول متقدمة جدا وعم تشتغل على موضوع أبحاث بالخلايا الجذعية بطب الأسنان تحديدا، ونتائجهم يعني كتير مبشرة وكتير مهمة. وحقيقة مناهجنا شوي بتكون بمجال الخلايا الجذعية بطب الأسنان متواضعة، وبالتالي نحن بحاجة لترميم هذه النقاط حتى يكون لدينا يعني كوادر طبية عالية المستوى بكل معنى الكلمة. ولا شك يعني أؤكد على جودة تعليم طب الأسنان، وهي بالوطن العربي هي الأولى بكل فخر، ونحن نتكلم على الفضائية أو الإخبارية السورية اللي هي فضائيا مسموعة، وبيعرف كل أطباء الأسنان بالوطن العربي قيمة التدريس بالجامعات السورية لطب الأسنان، يعني قيمة جدا مضافة وكوادر جدا مهمة، وأثبتت جدارتها وخرجت الكثير من أطباء الأسنان العرب حتى اللي هني موجودين، وبيعرفوا يعني مدى قوة المدرسة طب الأسنان في الجمهورية العربية السورية. طبعا دكتور ذكرت حضرتك أنه الشباب ممكن أغلبهم يسافروا، قبل ما يسافروا الشباب لبرا ويواكبوا هاي التطورات، حكينا عن تطور الأجهزة والتقنيات والاختصاصات، اليوم لأي درجة ممكن بسوريا أنه نواكب هاي التطورات، وممكن أنه تحد من أنه الشباب يسافروا لبرا وتكون مواكبة داخل سوريا؟ هلا أنا في إلي نظرة بموضوع السفر، كلياتنا سافرنا ورجعنا على سوريا بفترة الاختصاص. الطبيب دائما هدفه يحصل علم، هاي نقطة غايب الأهمية، ودائما سوريا تتجه نحو العالمية. ومنشوف نحن بالثمانينات يعني أوفدت كمية هائلة من المعيدين إلى أصقاع العالم حقيقة، ولم تبقى يعني كلية راقي إلى ما فيها سوريين نهلوا العلم ورجعوا ودرسوا وأسسوا واشتغلوا. ونحن هلأ يعني أجيال اللي موجودة وشايل الجامعات هي الأجيال اللي سافرت بهذيك الفترة بطاقم يعني متسع العدد،
ورجع بمستوى عال من يعني الشهادات. وحقيقة أثبتوا موجودية كلياتهم. نحن نعرف أسماء لامعة جدا 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 لا تعد طبعاً ولا تحصى يعني بالجامعات السورية كافة. وهذا الأمر يعني هاجس الطبيب أنه يحصل علم أكثر. وبالتالي السفر ليس المقصود منه الاغتراب أو الهروب أو لا. الأطباء يلي عم بيسافروا أنا بقناعتي هن أطباء مؤمنين أنه بدهم يبنوا نفسهم ويبنوا بلدهم بطريقة علمية أقوى ويروحوا يحصلوا علوم إضافية للعلوم يلي هن عندهم إياها وهي الأساس العمود الفقري، وبالتالي يعملوا يعني معلومات إضافية بالنسبة لهم. هاي نقطة ونظرة للأطباء. وبتشوفوا أنتوا الشام ما شاء الله يعني الآرامات والأطباء يعني ممتلئة بالأطباء، لكن السفر هو حالة طبيعية عادية بتصير بأي وقت وبأي زمان وبأي ظروف. هذا يعني أنا أتمنى أنه يعني تتوضح هاي النقطة. وبالتالي ليس غالبية الشباب تسافر، غالبية أطبائنا لا على الأطلاق، اللي بيسافروا بهدف تحصيل علمي يصير في عنده اختصاص معين ويرجع. هي دائما الفكرة الموجودة. لو بدنا نقول نحن كيف رايحين أو لأي درجة ممكن نواكبها، هلا نحن منواكب لسبب أنه نحن مؤسسين بشكل جيد، وبالتالي يعني نحن طالب الثانوية، هلا عم نحكي عن طلاب الثانوية، مؤسسين بشكل جيد ومهيئين بظروف علمية جيدة لحتى يدخلوا أي مجال من المجالات، من الطب البشري، طب أسنان، صيدلي، هندسات بأنواع، كليات الأدب. فإذا الموضوع بالنسبة لنا طالب الثانوية هو مهيأ، والطبيب وقت بيدخل على الجامعة هو كادر مهيأ. يجب أن نؤمن ونعرف ونعلم الجميع أن كوادرنا كوادر مجتهدة، مدارسنا مجتهدة، وبالتالي صار في عنا منتج غاية بالأهمية حقيقة. وبالتالي نحن التطوير يلي بصير عنا هو متكامل وليس من نقطة واحدة. وبالتالي لا خوف، يعني نحن مدام عنا هالقدرات الكبيرة اللي موجودة في تعطينا البعد بالمستقبل أنه طبيبنا يستطيع أن يذهب يحصل علم من أينما كان ويعود من ثم. صحيح دكتور، يعني الحديث بهذا المجال لا يطول، وإن شاء الله هيك بفقرات قادمة لسه بنحكي أكثر. وأكيد مشكورة لكل المعلومات اللي قدمت لنا إياها، أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم. شكرا لك دكتور إبراهيم تركماني، اختصاصي في تجميل الأسنان والتعويضات الفكية. شكرا على كل النقاط يلي ضويتها اليوم. إن شاء الله كل الشباب والصبايا المقبلين على هذا الاختصاص يكونوا صار عندهم معلومات أكثر ليكونوا مؤهلين. أهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا. أهلا وسهلا. شكرا.